زينة ليش ما حضرتي اليوم؟ جيت متأخرة وما حبيت اسمع لي كم كلمة. لك انتي امتى بتبطلي هالعادة؟ سميحة خانم والله العظيم ما عرفتك، شايفة هي اللي عم تحكي قدامك؟ يمكن كل اللي حضرانتهم بالسنة الأولى والثانية دوبهم يطلعوا لهم 5-6 محاضرات مو أكتر من هيك، ما تقلي لي. بس عن جديد نازل عليها عقل الرحمن، ما بعرف شو صاير. لا تصدقي لا تصدقي، أصلا أنا أشطر بنت بالجامعة وما في محاضرة بتروح علي مو مثلها. أنسة دادو، هاي أحسن أيام السنة بالنسبة لإلك، لأنه كوكب المريخ والحمد لله طلع من مدار الجدي، خلصنا منه. إذا أحسن أيام السنة هيك، لكن كيف إذا كانت الأسوأ؟ لا خليكي متفائلة أكثر من هيك، كل شيء بينحل، وعلى فكرة أنت من الأشخاص محظوظين كثير بالحياة. هو واضح واضح جدا. مدام ليليان، شوفي لي إذا جاييني شغل عن قريب، الله يخليكي. أنا برجي الحوت وبرجي الصيني الفار، ولداني الساعة 5:30 الصبح. استني شوي. يا ستي جايتك فرصة شغل قريبة كتير 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 قريبة. قريبة كتير؟ يعني قديش مدى قربة؟ لبنى عم تقلك قريبة قريبة. لبنى تعي، لقيت لك شغلة بتطير العقل بسرعة. أنا عايشة هون مع نانتي، بيجي عالشام وقت الدراسة وبرجع بسافر على حلب بعد الامتحانات. وأنا كمان بعد الامتحانات بسافر على حلب، بقضي كل الصيف هنيك. رحتي على الشقراني بالشام هون؟ والله ما رحت لمحل، بس بتعرفي حسيت إنه حلب أكويس. لا حلب كويسة كتير، بس الشام كمان كويسة، فيها مناطق بتطير العقل، لازم تروحي تشوفيها. عم بتقلك عايشة مع نانتي، يعني لا بتفوت ولا بتطلع، ما هيك؟ دخلي، أنت هون مع مين عايشة؟ عايشة مع 4 صبايا بيطيروا العقل، صاحبة البيت اسمها نور، يا الله وشوش وبشوش بتطير عقل كمان، لازم اعرفك عليهم كلهم. عن جد؟ ايه مني عليك، اكيد عيشتكم حلوة. حلوة بس بتطير العقل، يعني بدك تقولي في 5 مجانين عايشين ببيت واحد، تخيلي كيف العيشة بتكون؟ عساش عم تحكي يعني؟ بس حاضر محاضرتك احسن لك. طيب طيب ماشي، شكرا كثير. لا لا انا برجع بحكي معكم، شكرا مع السلامة. شو؟ طلع مزبوط الإعلان؟ يا ستي قال بدهم مدربة سواقة تدرب بنات، وعالدرس 500 ليرة، يعني أنا أكيد بقدر لحق لي درسين ثلاثة إذا قلنا 1500. يمو يعني بالشهر شي 45,000 ليرة. ومين اللي بده يدرب؟ طبعاً أنا. ليش أنت معك شهادة سواقة؟